ان هي ما انتحرتش. امال ايه الناس السبب؟ بتتكلم ان هي انتحرت بحبات غله، بس حبات الغله لو بحثت على النت هتلاقي ان حبات الغله اصلا يعني ساعه واحده وتكون هي ميته. نيره من الساعه 7 بالليل لحد الساعه 3 قبل الفجر وهي تعبانه وميته الساعه 3 الفجر. فلو حبات غله وانتحرت فعلا كان ماتت من يعني في اول. ناس كتيرة بعدين نشرت. العريش عامه، العريش اصلا ما فيش فيها الكلام ده، مفيش حاجه، مفيش فيها حبات غله ولا الكلام ده كله. فنيرة ما ماتتش انتحار. ايوه يعني الكلام اللي بيتداول عبر مواقع التواصل ان هي انتحرت بحبايه غله غير صحيح. غير صحيح. طيب عايزين نوضح سبب الوفاه، ازاي اكتشفتوا بعد وفاتها اللي كان على موبايلها؟ احنا اكتشفنا ان فتحنا موبايلها لقينا رسائل بينها وبين واحده صاحبتها وواحد وبيتكلموا في الابتزاز، اللي هو الكلام اللي جت الرسائل اللي كانت على النت السكرينات دي، وان هي عاملين بوت ويقولوا انها نازل النهارده هننزل بكره مش عارف ايه والكلام ده كله. ولقينا كمان رسائل بعتها لهم قبلها قبل ما تموت بنص ساعه، وان هم هينزلوا يتقابلوا تقريبا عشان لو يصلحوا الامور بينهم وبين بعض وكده. رجعت كلمت مامتها قالت لها ان هي تعبانه.